بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن تأثير داء السكري على الحمل. طبعا حدوث عدة مضاعفات لما يحصل مرض السكري في فترة الحمل مثلا، أو قبل حدوث فترة الحمل. غالبا المريضة التي تكون حامل وتكون مصاحبة لمرض السكري قد تسبب يعني قد يعني يصبح لديها عدة أمراض، منها حدوث الإسقاط المتكرر للجنين، وأيضا حدوث تسمم الحمل الشائع عند النساء التي تحمل بشكل يعني دوري، وأيضا حدوث ولادة صعبة، وذلك لكبر حجم الجنين. لذلك تحدث الولادة في الأسبوع، غالبا الأسبوع 36 تقريبا. وأيضا قد تحدث يعني وفاة كل من الأم والطفل، وهذا طبعا احتمالية كبيرة جدا في المستقبل عندما يعني تكون الحامل مصابة بمرض السكري، وأيضا زيادة احتمالية الوفاة يعني للمولود نفسه، وخاصة يعني في الشهر الأول بعد الولادة. هذه أهم النقاط أو المضاعفات الموجودة في داء السكري، وطبعا مبنية على دراسات موثقة من جامعات أمريكية ومستشفيات أمريكية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.